Before formally welcoming you in Arabic, because this event will be held in Arabic, I wanted to speak in English so that all the English speakers can understand what I'm going to say because it relates to them. We have translation. If you need microphones or earpieces, please, say so now and bring them down to you so that once we get started, we can do this in a fashion that doesn't disturb too much the speakers. At the same time, feel free to interrupt them or to ask them questions. This is the New Egypt and nobody follows any rules, so don't feel inhibited. Besides being at a university where anyway nobody follows the rules, so I say this, and the president is smiling, so she's accepted in good faith. Okay, that doesn't seem to be a need to wait any longer. مساء الخير عليكم جميعا. يسعدني ويشرفني ان ارحب بكم باسم كليه الشؤون الدوليه والسياسات العامه بالجامعه الامريكيه وبالاصاله دي عن نفسي. ارحب بكم اليوم في حلقه جديده من حوارات التحرير، وهي مجموعه حوارات تنظمها الكليه التزاما منا بالمشاركه في الحوار الوطني المصري والاسهام في محاولات بناء مصر في المستقبل، مصر الديمقراطية التي تخدمنا جميعا وتجمعنا جميعا نحو أهداف وطنية مشتركة بصرف النظر عن اختلاف الرؤى أو التوجهات. يسعدني أيضا اليوم أن أضيف باسم الكلية والجامعة، أضيف أيضا ترحيب إذا يسمح لي بذلك، ترحيب رئيس مجلس إدارة الجامعة السيد ريتشارد بارتلت وأعضاء المجلس، هم هنا هذا الأسبوع في الاجتماعات السنوية وهي عدد كبير منهم بيشاركنا هذا الاجتماع، فالترحيب ليس فقط من العاملين بالجامعة بصفة دائمة وإنما أيضا من أعضاء مجلس الإدارة والمؤيدين لجهد الجامعة وأهدافها. بدأ برنامج حوارات التحرير فور استقرار الأوضاع في ميدان التحرير، وشمل جلسات متنوعة ومتعددة حاولنا فيها استعراض، لنتعرض إلى ما مضى وما قمنا به حتى الآن، وإنما حاولنا فيها أن نتناول مجموعة جوانب مهمة في الحوار السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي المصري استجابة لما شاهدناه من أحداث تاريخية، وأقصد بذلك بالتحديد الثورة المصرية ثورة 25 يناير. اجتماعنا اليوم أعتبره اجتماع هام للغاية، اعتبره أن يقع في منتصف الطريق تقريبا بين بداية الثورة والتاريخ المستهدف لأول انتخابات رسمية ما بعد الثورة وهو شهر سبتمبر، وهي الانتخابات البرلمانية المحدد لها حتى الآن شهر سبتمبر القادم. أعتقد أن الجميع يتفق أن هناك رؤى مختلفة لشكل الدولة المصرية وأولوياتها في المرحلة القادمة، ولا يخفي على أحد أن الساحة السياسية نشطة مليئة بحوار متشعب، قد توصف أنه حوار أو ساحة مشحونة. لا يختلف أحد على أن الوضع الاقتصادي مهدد بمشاكل كثيرة ويشوبه كثير من التحديات. أضيف إلى ذلك أعتقد أن الجميع أيضا، أن هناك اتفاق فيما بيننا جميعا أيضا على أن هناك توترات اجتماعية أو مجتمعية تحتاج منا إلى وقفة حتى نستطيع أن نستمر على ما شاهدناه خلال 18 يوم من 25 يناير إلى الأيام العشر الأولى من فبراير، عندما كان هناك التحام مجتمعي وتكاتف
صرف النظر عن اختلاف التوجهات السياسية وهي وضعية خاصة تميز بها المجتمع المصري في الماضي وأثبتت الثورة أن جذورها قوية وعريقة، وإنما لا أخفي عليكم أنني مضطرب للغاية مما شاهدته في هذا المجال في الأسابيع الأخيرة. كما ذكرت قررنا تنظيم هذا الحوار باعتبار أننا في منتصف الطريق، وباعتبار أن التقييم والمراجعة الآن قد يعطينا فرصة لإصلاح الطريق أو تقويم الموقف حتى نضمن أن النتيجة عند بدء العملية الديمقراطية في السياق الانتخابي أن تكون النتيجة بما يرصد الثورة المصرية بصرف النظر عن من يفوز أو من يخسر في ذلك. الديمقراطية في النهاية ليست عملية يفوز فيها الجميع، وإنما يجب تكون النتيجة لصالح الجميع، من هو فائز ومن هو أيضا لم يحظى بالتوفيق في هذه العملية. الحقيقة يشرفني للغاية أن يكون على المنصة معي مساء اليوم نخبة من المفكرين، نخبة من النشطاء، ونخبة من الأكاديميين الذين ساهموا أثناء الثورة وبعد انتهاء الحراك المكثف في الحوار الوطني حول بناء مصر المستقبل. معنا اليوم الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي للإنسان السابق وعضو ما كان يسمى بمجموعة الحكماء، هو طبعا غني عن التعريف بشكل خاص في مجال القانون. على يميني مباشرة المستشارة كهاني الجبالي، كلما قدمت في مكان عام ولاحظ أنها تقدم كأول قضية مصرية، أنا مش هبدأ بذلك لأن عايز أقدمها كأنها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن هذا هو الأساس بصرف النظر عن أنها سيدة أو رجل عملية كفاءة ذاتية وليس مسألة سيدة أو رجل حقيقة. المفروض يكون معنا الدكتور شادي غزالي حرب عضو ائتلاف شباب الثورة، واحتمال يكون هو مشغول بس في حتة دلوقتي وحيحصلنا. أرجو ذلك على العموم. معايا على اليسار أيضا الدكتور محمد البخار، هو أستاذ أمراض النساء بجامعة القاهرة، وإنما اتعرف في الأول الأخيرة رغم أن تاريخه في ذلك طويل كمؤسس لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات وكعضو مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تحت التأسيس. والحقيقة أي شخص تابع مع الأحداث في يناير فبراير كان لابد أن يتابع الدكتور أبو الغار في المظاهرات أو في الحوارات، تواجده كان موجود ومنتشر وأخجلنا الحقيقة بمشاركته مقارنة بما قمنا به نحن. زميلي الدكتور إبراهيم عوض أستاذ بس الهجرة واللاجئين في الكلية معنا على أقصى اليسار، وهو صديق عزيز ومفكر، وهو أيضا مثل الدكتور كمال ومثلي كان عضو في لجنة الحكماء أو مجموعة الحكماء الذي حاولت بقدر الإمكان أن تساهم في الحوار أثناء المظاهرات وأثناء التراشق الذي تم بين الثوار وبين النظام الذي كان قائم. حتى نستفيد من الحضور على المنصة ونستفيد أيضا من تحت الفرصة للحضور في القاعة لتبادل وجهات النظر، الحقيقة عايز أبدأ بطرح سؤالين لهم طبيعة عامة يمكن لأي من المشاركين على المنصة أن يتناولوا أجزاء سؤال أو آخر أو يتناولوا أمور أخرى، وإنما أردت طرح السؤالين لمحاولة توجيه النقاش لأن أنا عارف أن الأسئلة هتكون كثيرة في اتجاهات مختلفة. السؤال الأول هي ما هو تقييم المنصة للتطورات السياسية الحالية في مصر؟
بمعنى الحوار السياسي والحوار الحزبي. ما هو التقييم للأوضاع القانونية؟ الجدل الذي شهدناه حول الدستور، حول العلم الدستوري، وكذلك القوانين التي ستحكم العملية الانتخابية. وأخيرا كما ذكرت التقييم أو الرأي بالنسبة للتوتر المجتمعي في الساحة المصرية الذي أرجو ألا نغفله في التفكير وفي النقاش. السؤال الثاني باعتبار أننا في إطار أكاديمي ونسعى دائما لوضع حلول أو خطوات اقتراحات بعد التقييم. السؤال الثاني، ما هي خريطة الطريق الممكنة من الآن وحتى نصل إلى تشكيل المؤسسات التنفيذية والتشريعية على أساس ديمقراطي؟ وقصدت بذلك عدم تحديد تاريخ محدد، هذا قد يكون أحد النقاط التي تثار، وإنما أرجو أن يتم التناول في سياق هذا السؤال إذا تم التعرض له دور المجلس العسكري الأعلى، دور الحكومة، ودور المجتمع بصفة عامة. بعد هذه المقدمة الطويلة الحقيقة أنا أحقق على المتحدثين وأطلب منهم أن يدون التقييم والإجابة لكل ذلك في حدود 7 دقائق 10 دقائق لكل متحدث في المداخلة الأولى، لأن نعرف أنه الطرح سيدفع الكثير في الحضور لطرح أسئلة ويجب ترك فرصة للمشاركين في القاعة. مرة أخرى أشكركم جميعا على حضوركم. ألاحظ وجود عدد كبير من السفارات الأجنبية وعدد من السفرة، باعتبار أن لي خلفية دبلوماسية كلما أجد نفسي في موقف صعب أهرب منه، حيث أنني لا أعلم بالضبط من هم السفراء الموجودين ومن قد لم ألتقي به في القاعة. لن أسرد أسماء السفراء، وإنما أرجو فقط أن تأكدوا من ترحيبي بكم جميعا، ونرجو أن يكون هذا النقاش مفيد ومحل برقيات عديدة من سفراتكم إلى العواصم. دكتور كمال، هل أدعوك لبدء الحوار؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في حدود دقائق العشر أبدأ بشكر الجامعة الأمريكية على تنظيم هذا اللقاء، وشكر الأخ العزيز الرمازي البارع السفير نبيل فهمي الذي يعني عرفته من زمن طويل، وبحكم السن عرفت والده وكان دبلوماسيا عظيما. ثم التقينا فيما سماه الناس ما كنا نسميه أبدا لجنة الحكماء، الذي يدعي الحكمة لا يكون حكيما، إنما ساعدنا بهذا الجهد المشترك في أيام صعبة سهلها اللغة المشتركة والهدف المشترك. حديثي سأقسمه في حدود 10. الأول قالوا لنا 12 دقيقة، فمسألة فيها فصام نخليها 11-12 يعني، حاضر لا نزيد أبدا. أنا عايز أشير إلى 3 أمور. الأمر الأول أننا نتساءل عن مسيرة الثورة المصرية كأنها الثورة الوحيدة في العالم. لا، ثورات كلها على اختلاف السياق المجتمعي والمزاج العام ونوع الثقافة والظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول والشعوب التي قامت فيها ثورات، إلا أنه فيه نمط تتم يكاد يكرر نفسه مع فروق تعكس خصوصية الموقف المجتمعي. تمر الثورة عادة ب4 مراحل. المرحلة الأولى اختمار أسباب الرغبة الشديدة في التغيير أيا كانت صورة هذا التغيير أو أدوات هذا التغيير أو نمط هذا التغيير. وعامل من العوامل المهمة في طول المرحلة الأولى أو قصرها ودرجة الحرية المتاحة، لأنه إذا كان المجتمع ما يسمونه في الغرب الشرايين الإصلاحية للعملية الديمقراطية The Democratic Channels The Corrective Channels of the Democratic Process، فالناس مش هتستعجل الثورة طالما أن الوسائل المتاحة تعبيراً وتنظيماً وحركة وأمناً على النفس والمال والعرض
يعني بتتيح حرية حركة فبيتأجل خيال الثورة. أما إذا ضاق الأمر، ولذلك في تعريفاتنا العربية الأمر إذا ضاق اتسع، إذا دارت قوي تنفجر، ويبقى الفترة الأولى اللي هي اختمار أسباب الثورة تبقى فترة قصيرة يعقبها الانفجار الثوري. الانفجار الثوري لا وصف له إلا أنه عملية محو وبناء في جوهره بغض النظر عن المدى الزمني، إنما المحو يسبق البناء، لأنه لابد أن أنت بتزيل صدر، بتطالب بإسقاط النظام، بتغيير جذري في هيكل السلطة في المجتمع. إذا كان غير مؤيد شعبيا وإنما قامت به قبلة عسكرية أو مدنية بنسميه انقلاب. لكن يعني الذي تعلمناه في علم السياسة النوع الأنماط والمصطلحات لا تحكم الحياة السياسية. الأمر أوسع علينا جميعا من كل هذه التقسيمات المنطقية الأكاديمية، لأنه أنا أعتقد مثلا أن ثورة 52 كانت في بدايتها مزيج من الانقلاب والثورة، إذا ركزنا على الطريقة التي قامت بها وتأييد شعبي قبل أن تقوم، ده كان مجمل، كان مش كبير. لما بدأت السياسات تقوم على استرداد الكرامة المصرية التي اهدرت في تاريخ في حرب 48 بالذات، مفاسد الملكية وإن لم تكن ضخمة بالقياس إلى صور من الفساد يتراءى، إلا أنها بدأت انقلابا وتحولت إلى ثورة لما تحددت لها معالم وقسمات في الإصلاح البناء الذي تريد إقامته. فظهر توجه اشتراكي قائم على العدالة الاجتماعية وعلى معالجة الفواصل الطبقية الضخمة، فتحولت إلى ثورة. الذي حدث في مصر في هذا العام ثورة بكل المعايير، لأنها بدأت ثورة، بدأت طبعا أسبابها كثيرة معروفة وما فيش أسرار في الدنيا. أنا في بداية الثورة كتبت للرئيس وكتبت لمن معه إنه في أربع أسباب رئيسية عجلت بانفجار هذه الثورة. أولها الفساد السياسي، بمعنى أنه صار كل شيء مزيف، بمعنى أن استعمل التعبير يبقى شيء موجود وغير موجود في انتخابات ولكنها ليست انتخابات، في مجالس تشرع ولكنها لا تشرع، وإنما هي تجلس وتعلن أنها تشرع والتشريع يتم في مكان آخر، في سلطة تنفيذية مسؤولة ولكنها لا تستطيع أن تسألها. هذه الازدواجية خلت الناس تفقد الثقة، وتمثل ذلك عمليا في نوع من العصيان المدني السياسي. الناس ما بقتش تروح للانتخابات. ليلة الاستفتاء على التعديلات الدستورية أنا كنت بحضر حفل زواج بنت أحد زملاء الأساتذة في الجامعة، جالي 12 واحد منهم أطباء ومنهم ناس مثقفين جدا ومحامين ورجال قانون، وسألوني نقول آه ولا نقول لا؟ قلت له الله، هو صوتي ولا صوتك؟ يعني سؤال استغربته، قال لي لا أنا بصراحة عمري ما رحت انتخابات، أنا كنت بروح في نادي الجزيرة لأن أنا عضو في نادي الجزيرة أو في نادي هليوبوليس أنتخب، لأن صوتي بيعمل فرق، إنما هروح وأنا عارف إن صوتي محدد سلفا. فده بيدي فكرة ما نستغربش قوي إن في سذاجة سياسية نتيجة الناس أول مرة تقف في طابور استفتاء. أدي نقطة. الانفلات بقى بيعقب لأنه كل المتناقضات والشكاوى التي كانت تتم همسا صارت تتم صياحا، كانت تتم بين الإنسان ونفسه صارت تتم في ميدان التحرير على مدى من إعلام العالم كله. فطبيعي أنه مع تعارض المصالح واختلاف الرؤى وتباين الثقافات وارتفاع نسبة الأمية وبقايا النفاق، والنفاق خوف، والخائف لا يصرح أبدا، يضحك على الدنيا كلها بس ما يقولش الخير، احتياطي أنه لحسن حد يفهم حقيقته فيحاسب حسابا عسكرا. أو الطمع الشديد، الطمع الشديد والخوف الشديد يحولان دون بناء النهضة. أدي شرح المسألة. كان نجاح الثورة مفاجأة حتى للثوار، ما أظنش أبدا أنهم تصوروا أن هذا التجمع الكمي الكبير في ميدان التحرير سيسقط نظاما كانت عنده آلة عسكرية ضخمة وآلة أمنية شديدة الضخامة وسوفيستيكيتد وفيها أسلحة لا نعرف بها
ولا نسمع عنها. كل ده سقط كما تسقط الورقة الذابلة في شجرة من أشجار الخليل. فوجئ الثوار والذين ثاروا عليهم بهذه السرعة التي تم بها عملية الإزالة. لكن طالت الوقفة، طالت الوقفة وترديد الشكاوى. خلاص انت قدمت الشكوى وعرفت وجبت نتائج واسقطت نظام واقمت مرحله انتقاليه، متى يبدا البناء؟ ده سؤال كبير. احنا اعتدنا معلش في ظل عدم المشاركه انه شعارنا في الحياه اذا احببنا شيئا او شخصا نصيح في الدنيا: يا ناس هاتوا لي حبيبي، انا قاعد مش متحرك، انتوا بقى تجيبوا لي حد عني. فكل مطالبنا عايزينها تصل الينا ازاي؟ هذا ليس في منهج الأشياء. المهم أدي الجزء الأول. الجزء الثاني بسرعة، في عدة قضايا رئيسية تواجه المجتمع المصري. أولها أنك تريد أن تصلح بالأدوات البشرية التي عاشت تمارس الفساد التي كنت تلقو منه. فالنهاردة أن تبني بنفس الأدوات البشرية عملية فيها تناقض وفيها صعوبات جمة، بدليل أن امتلأت الدنيا بشكاوى، اللي بتخانق مع واحد واللي يريد ان ينتقم لكلمه وحشه ده بيبدا يبعت يبلغ، والدوله تستجيب لصاحب البلاغ وتعتبر ان المبلغ ضده خائن حتى يثبت العكس. لا، هذا خطا جسيم وهو خروج على سياده القانون. الثوره، احنا عندنا حديث نبوي يقول ان الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. لا ترتكب الاخطاء التي كنت تشكو منها والا فقدت شرفك وشرعيتك. طب ما كان اللي قبلك كان كده، انت تزيد عنه ايه؟ ولكن الله يمحو السيء بالحسن. يوم خرج الثوار يكنسون شوارع والارصفه وميدان التحرير، الناس احترمتهم وقالت الناس لهم رؤيه مختلفه. اما اذا عدنا ننتهك الحريات كما كانت تنتهك ونهدر سياده القانون كما كانت تنتهك، يبقى طعنا الثوره في شرفها ومصداقيتها. إلى قضايا الكبرى كانت تركيز السلطة في يد رئيس الدولة تركيزا مأساويا، ولأننا أمة لم تعد تقرأ، نسبة أمية عالية، والمثقفين مشغولين بالمسلسلات وما عندهمش وقت للقراءات أيضاً، فهم يكرهون القراءة ويكرهون الذين يقرؤون. فتصلح إزاي؟ الظاهرة اللي يقرأ حاجتين الدستور ويشوف في حوالي 14 مادة اختصاصات 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 لرئيس الجمهورية، اقرأ بقى قانون الطوارئ لترى أسوأ قانون ظهر منذ انفصلت الأرض عن الشمس. إزاي؟ لأنه أعطى سلطات مطلقة للجهة القائمة على الأحكام العرفية، وبعدين صعب عليه يسكت. قال ويجوز إضافة، أدور على حاجة يمكن أن تضاف الا حاجه واحده، ان واحد ما يجيبنيش شكله فاحكم عليه بالاعدام وينفذ حكم الاعدام فورا. طب ده كلام واسمه قانون؟ لا، انما في بعد اخر اجتماعي، ان المعيشه ضاقت بالناس وقلت الموارد اللي بيسموه قله المال وكثره العيال، ثم الفوارق تزيد تزيد، فاصبحت في طبقه تعيش في ضنك وحقد. وانا جالي واحد مره من 4 سنين قال لي حضرتك ساكن فين؟ هو عمالي نقابي عمالي. قلت له ساكن في مصر الجديده. قال لي يبقى انت تبع عين شمس. قلت له يعني ايه؟ قال لي واحنا هنسيبكم. بتوع مصر الجديده هيطلع عليهم سكان عين شمس. بتوع الزمالك هيطلع عليهم سكان بولاق. قلت له كتر خيرك عدت لي مكاني على الخريطه الاجتماعيه. يعني سياده القانون لا يؤمن بها الناس في مصر الا اذا كانت تعطيه هو ميزه. اما ان ينصف خصمه او يدافع، انا بستغرب او مصريين هم يستغربوا لما يلاقوا ناس جايين من الدنمارك او جايين من امريكا او جايين من استراليا للدفاع عن حقوق الانسان المصري. وهو قصص خيره قبل ما اقفل بقى. في كان واحد مصري مقيم في السويد من تنظيم الجهاد.